حفل التوقيع على اتفاقية التعاون، أود أن أؤكد ترحيبي مرة أخرى بصديقي وأخي الذي تعرفت عليه جيدا في لوزاكا في زامبيا في زيارة عمل مشتركة، وكان تفاهم بيننا تاما، فلذلك أريد أن أعبر عن سعادتنا باستقباله بهذه المناسبة، إذ دعوته إلى أن يكون معنا بمناسبة هذه الندوة، وأن تكون الندوة هي الإطار الذي نمضي فيه هذه الاتفاقية، اتفاقية التعاون والشراكة، ولم يتردد في تلبية الدعوة، ولذلك أريد أن أجدد له الشكر الحار على ذلك، فقد شرفنا بهذا الحضور، وأعتقد أن هذا سيكون منطلقا لتعاون مثمر بين اتحاد المغرب العربي وبين الكوميسا للمستقبل. هذا من ناحية، ولكن لابد من التذكير بأن العلاقة في الحقيقة بين المنظمتين هي موجودة من قبل، لا في مستوى الأمانة العامة، ولكن موجودة بحكم أن بلدين من الخمسة في اتحاد المغرب العربي وهما ليبيا ثم تونس هما أيضا أعضاء في الكوميسا، وأن بلدين عربيين أيضا وهما مصر والسودان هما أيضا في الكوميسا، لذلك فإن الروابط موجودة، وعندما يتم اتفاق كهذا الذي أمضيناه الآن فإن ذلك سيعزز هذه العلاقات بالنسبة إلى المستقبل، لأن العلاقات بين الأمانتين العامتين هي علاقة تمكن من تسهيل عمل الدول بما نقوم به من دراسات مشتركة وما نقدمه من مقترحات وتوصيات للدول لتفعيل الشراكة بين الدول والشعوب في اتجاه مزيد من التعاون والشراكة والاندماج. وهذه العلاقة ليست عفوية، فتوجد توصية من الاتحاد الإفريقي، توصية للتجمعات الجهوية الإفريقية الثمانية ومنها اتحاد المغرب العربي ومنها الكوميسا، هي أن تعزز العلاقات بينها وأن تدعم التعاون بينها، باعتبار أن الاتحاد الإفريقي يعتبر التجمعات الجهوية يعتبرها ركائز أساسية للوحدة الإفريقية، وأن الوحدة الإفريقية والاندماج الإفريقي لا يمكن أن يتم إذا لم يوجد اندماج أيضا في مستوى التجمعات الإقليمية. ولذلك فنحن في الحقيقة بهذا العمل وبهذا الاتفاق نلبي هذه الدعوة، نعززها ونستجيب لها عن اقتناع أيضا بأن ذلك هو السبيل الموصل إلى مزيد من التقدم ومزيد من التعاون ومن الشراكة ومن التكامل ومن الاندماج شيئا فشيئا في جميع المجالات. وهذه الاتفاقية التي أمضيناها تتضمن عديد المجالات، تتعلق بالتجارة، تتعلق بالبنية الأساسية، تتعلق بالتكنولوجيات الاتصال، تتعلق أيضا حتى ببعض الأبعاد الاجتماعية كالنوع الاجتماعي، إذ أننا عرفنا أن واكتشفنا أن الكوميسا لها مشروع في هذا المجال ل50 مليون امرأة، وقد رحبنا بهذا المشروع لأن ننضم إليه، خاصة ونحن هنا في منطقة في سواء كان هذا في كامل شمال إفريقيا وخاصة بالنسبة إلى تونس أيضا، في السعي نحو المساواة بين الرجال والنساء وفي اتجاه تنمية مشاركة المرأة في الحياة العامة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كذلك. ولهذا فإن مشروعا كهذا اعتبرناه مشروعا رائدا، وأضفناه أيضا للمشاريع التي سنتعاون فيها. كذلك سوف نستفيد كثيرا من تجربة الكوميسا فيما يتعلق مثلا بإلغاء الأوراق. كل شيء يستعمل الآن الإنترنت والطرق التكنولوجية الحديثة، وفعلا فهو شيء نحبذه كثيرا، وسوف نسعى بدورنا إلى أن ننقص أكثر ما يمكن من استعمال الأوراق وأن نعتمد طرق التواصل الحديثة. فتوجد مجالات أيضا مثل الفيبر أوبتيك بالنسبة إلى الإنترنت، ففي بعض البلدان المغاربية متقدمة شيئا ما في ذلك، ويمكن أن نفيد أصدقائنا في الكوميسا بما توصلنا إليه في هذا المجال. إذن مجالات التعاون والتكامل متعددة، ولهذا فنحن نعتقد أن ما سوف ينتج عن هذه الاتفاقية من تعاون ومن تبادل تجارب، وخاصة التجارب الجيدة، فسيثرينا معا وسوف يفيدنا في عملنا. ولفت انتباهي شخصيا أيضا شيء طريف بالنسبة للكوميسا، هو أنها ربطت علاقات مع منظمتين أخريين إفريقيتين، وكونت هذه المنظمات ثلاثية تريبارتيت. هذه الثلاثية إذا جمعنا طاقاتها الديموغرافية والمالية من حيث أيضا المنتوج الداخلي الخام، أو من حيث أيضا من حيث المساحة، فهي تعادل نصف إفريقيا. الكوميسا وحدها ثلث إفريقيا. إذن فإذا اعتبرنا أيضا هذا في شرق وجنوب إفريقيا، وفكرنا أيضا في غرب إفريقيا حيث توجد تجمعات هامة أيضا، فأعتقد أن الطريق مفتوحة أمام الاندماج الإفريقي والوحدة الإفريقية. إذن هذا الذي نسعى إليه جميعا. وبطبيعة الحال لا يعني هذا أن إفريقيا منعزلة، بل لنا امتدادات متعددة، امتدادات مع العالم العربي، لنا امتدادات مع وعلاقات متطورة مع أوروبا، ولكن يجب أن نكثف التبادل التجاري الإفريقي بالخصوص، لأن ذلك هو الأساس لتنمية إفريقيا ولخدمة مصالح الشعوب الإفريقية وتقدمها في اتجاه الاندماج. إذن أؤكد عن سعادتنا وكسعادتنا بهذا الاتفاق، وأعتقد شخصيا أن لنا معا الإرادة القوية من أجل التفعيل ومن أجل إنجاح هذا المشروع. والسلام.